سألت خالي هند ابن أبي هالة، وهند كان خال سيدنا الحسن. طب خالي ازاي؟ خالي يعني أخو والدته، وهند كان اسم لولد قديما، دلوقتي طبعا إيه؟ أصبح اسم لأنثى، إنما زمان كان اسم لإيه؟ لولد. وهند هذا ابن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها من زوجها الأول، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت مرتين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أزواجها، ثم تزوجت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فأنجبت من زوجها الأول أولادا منهم إيه؟ هند. وكان وصافا، كان هند وصافا لما إيه؟ لما يراه. عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا الحسن بيسأل خاله هند عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. ليه بقى؟ لأن سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه مات جده اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال صغير السن، فلم يكن ايه؟ قد تدقق في ملامح ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول انا عايز حد كمان يوصف لي وصف دقيق حتى اتعلق ايه؟ اكثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي ايه بقى؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ فخما مفخما، يعني ايه فخما؟ يعني عظيما في نفسه. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلوه المهابة. تعلوه ايه؟ المهابة. ان كل انسان لما يشوفه يهابه ليست هيبة خوف وانما هيبة اجلال. اللي كان يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى العظمة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة ايه؟ البدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه ايه؟ مضيئا، يتلألأ بالنور بالضبط زي ما وصفه هند انه كان ايه؟ يتلألأ كتلألؤ القمر ليلة البدر، اللي هي الليلة اللي بيبقى فيها مكتملا، الليل اللي بيكون فيها ايه؟ مكتمل. وده طبعا وصف يبين لنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا خلقيا، وجهه كان يضيء ايضا، وكان نورا حقيقيا اضاء الله سبحانه وتعالى به الظلمات، واخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من ظلمات الكفر والجهل الى نور الايمان والحق. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نورا حقيقة في وجهه، يعني حتى احد الصحابة كان يقول ايه؟ لم يكن لنا نورا في الليالي والماء الا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وصفه كما قال هند انه كان يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر صلوات ربي وسلامه عليه. اطول من المربوع. المربوع اللي هو الانسان المتوسط الطول. اطول من المربوع يعني هو اطول سنة من ايه؟ من المتوسط، وليس بالطويل اي. لان قبل كده ايه؟ ان هو كان مربوعا في قومه، يعني متوسط ايه؟ الطول. برضه الكلام ده مش بيخالف الحديث ده، هو بيصف وصف ادق من الوصف السابق، ان هو كان اطول من المربوع ايه؟ قليلا، بس مش الطويل قوي. اطول من المربوع واقصر من المشذب. المشذب ده كلمه اصلا المشذب جاي من النخله المشذبه او الشجره المشذبه. يعني ايه؟ النخله الطويله قوي اللي احنا بنقطع الجريد بتاعها اول باول، فتبقى النخله رفيعه وطويله جدا، وبعض الناس يشبه بيه، وبعض الناس ايه؟ يشبه بالنخله دي، يقول لك ده طويل قد النخله ورفيع كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه الصفه دي، كان فيه ايه؟ انه اطول من المربوع قليلا، ولم يصل الى حد الطول بتاع المشذب صلوات ربي وسلامه عليه. عظيم الهامه. عظيم الهامه يعني عظيم الراس. راس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن راسا صغيره، بل كانت راسا ايه؟ كبيره، بس كبر تكون فيه صفه جمال للرجال. يعني راس الرجل اذا كانت اكبر من راس المراه فهذه صفه جمال في الرجل، اما اذا كانت دقيقه وصغيره فهذه ايه؟ بتبقى يعني ليست صفه جمال في الرجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامه،
يعني عظيم الرأس، رجل الشعر. يعني ايه رجل الشعر؟ يعني الشعر بتاعه كان فيه تموج يسيرا. احنا قلنا ان شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جعدا ولا سقا،